حلو جاد، بدي اقول لك شو هالشوارب الحلوين لدرجه لما نشوفك بنقول او ماي جاد. انا بقول اهلا وسهلا فيك بلهون وبس. لم العام كان عم بتجسس على تليفونك مثل ما مبين، فينا نعرف شو لقط بتليفونك؟ اول شيء بدي رحب بالجمهور الرائع الليلي وبرنامجك المستحل المراتب الاولى. واو شو هالاوديانس الرائع. شو هالكاميرا مان. اكيد شو هالاضاءه والمؤسسه اللبنانيه للارسال ال بي سي اي، اهم شاشه مع هشام حداد. اوكي شو سمعوا بسيلولارك؟ اكيد كانوا عم يسمعوا تعليقاتي على الكومنتس اللي عم يتبعوا السوشيال ميديا وتغطياتهم لإلي الرائعه، خاصه وقت غشيت السوشيال ميديا كلها باغنيتي المسجله بالسي دي لدرجه افتكروا انه صوتي احلى من المشتركات. هي شو كانت بلاي باك؟ اكيد بلاي باك ومسجله رائعه. شو هالاستوديو الرائع. اوكي شو سمعوا كمان الامن العام يعني عزبت شو سمعوا؟ شو سمعوك عم تحكي عن المشتركين عم بيقولوا؟ ليش مين كان في مشتركين غير انا بلا هلال؟ في سيلبرتيز مشتركين شهيرات وفي حتى ساندرا. ما في غير انا بلا شو هال. وساندرا رزق وداليدا خليل ما مذكرتهم. ولو عم بيضووا حدك ما شايفتهم. طيب اذا هلا مثلا العالم بدك تدعيهم ليرجعوا يحضروكي بعدين شو بتقولي لهم؟ اكيد بقول لهم اذا بتتابعونا بعد الاعلان احضرونا. وبدي اتشكر رقبتي للشعر لكل اللي بحبوني ليكولي قضي صوته للمشتركين لما يجي واحد منهم الليله. شكرا يا رب الهلال. ثانك يو ثانك يو ثانك يو. بونيتا سعاده اوحش حدا بينت بقلد بلبنان بتشوفوها باللاف ستوري كل خميس جمعه سبت احد. ما في محل الا الاحد بقى اعطينا بريك يعني شو بدي لك خميس جمعه سبت احد وهلا صرنا مفولين خميس جمعه سبت. في عندنا